ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة ماسة للعلاج للمرأة التي لم تنجب كشف غير الوجه مثل العورة والزوج يعلم بذلك؟ لا بأس أن المرأة تكشف عند الطبيب ما تدعو الحاجة إلى كشفه نعم. من العورة فما دونها، لكن نقول ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف، ولا يوجد نساء طبيبات يقمن بهذا الواجب أو بهذا العمل، فإذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل نعم. لما في ذلك من الحاجة إليه.